استغفر الله العظيم يا رب. بصراحة أنا مش فاهمة إيه الدماغ دي؟ ما إحنا عارفين بعض وكل حاجة، لازم يعني تعمل فيها. لو سمحت يا ماما أنا مش عايز كلام. قلت لك قبل كده الراجل اسمه عيد ده لو عايز يتقدم لك يجي يدخل البيت من بابه ويقابل راجل البيت اللي هو أنا، مش هي دي الأصول؟ أيوة يا حبيبي الأصول، ده لو ناس غريبة بس إحنا نعرفهم كويس. ماليش فيه، يخشوا البيت من بابه وأهلاً وسهلاً. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بومبا؟ ازيك يا فرح؟ اهلا يا حبيبي، اتفضل. ايه 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 بتعملوا ايه؟ ايه ده، بقول لك يا بومبا عايزين نخلص في الجوازه دي بقى بسرعه عشان البنتين بتوع اسكندريه جم وعايزين ننزل نقابلهم. سامع؟ شفت رخصتينا ازاي يا فرح؟ ما عندناش بنات للجواز الا اذا دخلتوا البيت من بابه، اتفضلوا. طب ما احنا جوه البيت اهو. ايوه دي قلت انت جوه البيت، البيت ده بقى فين بابه؟ اهو. اتفضلوا وتخشوا البيت من بابه. ايه ده؟ انت عايزنا نخرج نخبط ونخش تاني؟ اه. انت عبيط يا ابني؟ ايوه عبيط. لا مش هنعمل كده طبعا. ما عندناش يا سيدي بنات للجواز. يلا فرح. خلاص 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 يلا تيمون. يلا تيمون ايه بس؟ معلش معلش اتفضل. انت مجنون يا ابني؟ يلا خلاص اتفضل. انت عبيط؟ اتفضل. يلا تيمون. ايه يا بقى؟ ما تعالى بس. انت عبيط يا بومبا؟ يا حبيبي يلا. انت موافق على الهبل ده بابا؟ يا حبيبي نعمل اصول، ما اعرفش ازاي كان فايتني ده. او تاكسي اقول الحمد لله. ايه ده تاكسي؟ فاضي يا اسطى؟ ان شاء الله. على فين يا اساتذة؟ هنا. هنا فين؟ هنا بس على جنب. على جنب ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ بقول لك يا بابا. يا حبيبي. هو ده البيت؟ مش عارف. استنى نسأل كده. حبيبي والنبي، بيت عم عيد فين؟ عم عيد انت؟ ايوه. اهو. اهو يبقى هو الحمد لله. اه. وصلنا. اه. ماشي. انت ماشي يا زفت. اه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ما تستغربش. اه. طب انا ليه مش شاربين حاجة يا عم انت وهو ولا ايه؟ قول اللي تقوله بقى. تأخرنا بابا ولا ايه؟ ربنا يستر. بعدين هو العريس اتأخر كده ليه؟ ما ساكنين بعيد ولا ايه؟ ولاش عرفني. كنت رحت له بيته قبل كده؟ رحت له بيته بقى ولا ما رحتلوش؟ ما عارف الأشكال اللي أنت جايبها لنا؟ على رأي المثل لما جاب الغراب لابنه. هم جم. مساء الخير يا مهند. اهلا وسهلا. مساء الخير. تالي العنوان ما يتوهش. لا ده بسيط جدا مفيش حاجه خالص. يا اهلا وسهلا. لا لا ثانيه واحده، رايحين فين؟ اقلعوا الجزم بس عشان احنا متعودين على كده هنا في البيت. طيب اقلع الجزمه يا بابا. مش هينفع. ليه؟ الشراب مقطوع. طب معلش انا اسف جدا يا فندم، اصل ابويا مش هينفع يقلع الجزمه. ليه؟ لانه مريض فلات فوت، فلما بيقلع الجزمه رجله بتفرش. تنفش. بتنفش وممكن تغرق لكم الشقه عشان نعرف نلمها. لا الف سلامه. يقلع طب الجزمه ولا لا؟ لا خلاص خلاص اتفضل عادي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. ما تكلمش خالص بقى، انت انا اللي هتكلم. حاضر. عشان يعرفوا ان انت مؤدب وتحترم الصغير. منوره يا عروسه. ميرسي يا حبيبي. تقومي تبللي لنا كده كوبايتين شربات من ايدك الحلوه دي. ثانيه واحده، عروسه ايه؟ مش لما نعرف الاول هتبقى عروسه ولا لا؟ الله، تكلموا مع بعض كده كانكم تعرفوا بعض من وانتوا صغيرين. طب ما احنا فعلا نعرف بعض من واحنا صغيرين، ده انا اعرفه من قبل انت ما تتولد. بس يا ماما